اختياراتك بالرجال دائما غلط باعتراف منك. وين الخلل؟ ليش؟ ما اعرف، هم الرجال يعني خلي لي يزعلون، بس سوري 80% هم كلهم غلط. ما راح يزعلون اكيد، اي واحد اختاره ويطلع غلط. يعني اذا نحكي انه انت يعني عرفتي كل هاي الحالات، تجاربك كلها على السوشيال ميديا كجزء من حياتك، يعني الزواج، الطلاق، واعترفتي انه انت مطلقه وبعدها ايضا علاقه اخرى، يعني كلها على الهواء، وانفصال كلها قدام الناس، ندمتي لانه شيرتي لهالدرجه حياتك؟ وهسه كلهم مستغربين، صار لي سنتين ثلاث سنين سنتين انه اكو شيء ما احكي على الميديا، شيء يخص حياتي ما احكيها على الميديا. طبعا انا دمدمت يعني هوايه، ترى صار بيهم هذا الشيء، هواي مشاهير يعرضون حياتهم على الميديا. بس انت اكثر من غيرك يعني كل التفاصيل نشرتيها. كان لازم كان لازم وقت من الاوقات تعرضت المشكله وغدر، كان لازم احكي كل شيء صار وياي، لان القضاء دخل بهذا الموضوع، كان لازم احكي كل شيء. رتيها تكون قضيه رأي حتى غير بني لا توقع بنفس اللي انا وقعته او ويا نفس الشخص او ويا غير شخص. المهم ردت اقول للبنات انه انا انسانه عكس اللي شايفيها، دا اعيش شيء انتم ما تحاسين بيه.